فضيلة الشيخ علي، حدثنا عن الإيمان. نعم، الإيمان كما كان يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، قال كلمة ونقلها عن بعض أهل العلم، قال الإيمان خمس نونات. نعم، أي خمس كلمات تختم بحرف النون. تمام، قول باللسان، أيوة، واعتقاد بالجنان. نعم، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان، صحيح. قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. ذلك قال عبد الله بن مبارك، وقال الإمام البربهاري، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، أي الاعتقاد الفاسد البعيد عن السنة والسنة. نعم، الذي لا يقام عند أصحابه وزن للعمل، ويكفي أن يكون صاحبه مقرا بقلبه ولو لم يعمل بجوارحه. لذلك من خبث مقولتهم سماهم بعض أهل العلم يهود أهل القبلة، سماهم بعض أهل العلم يهود أهل القبلة. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان مجرد تصور وجداني ليس له صلة في أرض الواقع. يخالفون في ذلك حديث الصحيحين وغيرهما من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكم كنا نسمع من شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قضية ارتباط الظاهر بالباطن وأنهما متلازمان. وإن كان شيخ الإسلام له كلمة تبين هذا التلازم، يقول هما متلازمان عند القوة، وليس بالشرط أن يتلازما عند، بمعنى أنه من الممكن أن يكون إنسان يؤمن بالزكاة، ممكن ولا غير ممكن، لكنه في نفس الوقت يده شحيحة يشح عن العطاء. هذا انفكاك وليس بتلازم. نعم،